وقت يعني كمشينا لتونس السيد الوزير قابلنا وحكينا معانا وقال لك برا امشي للاداره نتاع شركه النقل بالساحل عندها كل المعلومات، وهنا السيد بي تي جي ما حبش يقابلنا ومش حاسبنا اصل موجودين ومش حاسبنا عباد، وبالرغم اللي احنا راهي امورنا مريقله، هذه صراعات ما بين النقابه وما بين الخدامه نتاعهم، هم قاعدين يحطوا في الاعصاب العجله وهم كل واحد يحب يحط جماعته، احنا جات لجنه من تونس عادت لنا المناظره شفافه ونزيهه من تونس ما يعرفوا حد فينا وما يعرفوا حتى وجوهنا كيف هما، وهبطت الليستا امورها مريقله وقال لك النتيجه النهائيه لمناظره شركه النقل بالساحل، فين النزاهه نتاع شركه النقل بالساحل؟ وفين الصدق نتاع شركه النقل بالساحل؟ احنا اختي مش نعملوا هنا كاي وقفه احتجاجيه ومش نعملوا اضراب نتاع ماكله ومش نعملوا هنا جواتين كان الزم بعد شركه النقل بالساحل لين يشوفوا لنا مع شو الموضوع، مش حاطين لنا شو حتى السبب شنو الغاء ولا كذا، مش حاطين حتى شيء، احنا هنا مش نعملوا جواتين وعايشين وما نعاودوش ما نعاودوش ما نعاودوش ما نعاودوش، كي 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 نموت هنا بالصف معناش معاودين وما ميتين، احنا ميتين ميتين، خذونا حقنا وشردونا وعملونا وبطلونا من خدمنا وخلونا نباعوا ما نملكوا باش نقادوا، احنا معناش متحركين من هناك. بسمة حطاب مديرة الإعلام بشركة النقل بالساحل، فيما يخص المناظرة احنا على إثر خطأ بشري وقعت آلام بعض المترشحين بنجاحهم في الامتحان في المناظرة، على ضوء ذلك الوزارة عانت بدراسة الموضوع من طرف الإدارة العامة للرقابة وقع قرار إعادة النظر في المناظرة من جديد، والمناظرة اللول كبير هو يهم للشوفير اللي هو ريكروتمون باش يقع 187 شوفير بالنسبة للستيف. دونك على ضوء ذلك وقع اليوم جاءوا مجموعة من المترشحين في المناظرة واخترنا أربعة منهم وعملنا كوميسيون معهم مع بحضور أعضاء لجنة الركروتمون بطبيعة الحال، وقرروا باش يعملوا عريضة للسيد وزير النقل باش يعاود ينظر في الموضوع، واحنا نستناو قرار وزارة النقل للتنفيذ.